أنا ما جاتني حتى دعوة رسمية، هذايا حديث الإشاعات. كما قالوا راهو احنا قبل بنهارين ثلاثة وحتى قبل ثمان ناس احكى لأنه ثم قرار بالاحتفاظ بالعريض. ولكن العريض ما عندوش علاش خايف، هذاك علاش ما يهربش وما تخباش. وقت اللي استدعاوه تعرف قداش استدعاوه؟ أخي دخل من نهار السبت اللي دار التنصية طبعاً. إيه. مش عدت نهار السبت. إيه. يقولوا لي إيش ما. إيه. على العريض استدعاوه نهار السبت. وراج غنوش استدعاوه نهار السبت، وقتاش نهار السبت؟ استدعاوه منا خرجوا الإعلان نتاع الترفيع في أسعار المحروقات لنا فرد وقت. وكانه هو كيف معناها يستدعي راج غنوش البحث جمع على باش تشري معناها دبوس الغاز ب 8800 بعد ما كان 7000 معناها و 700 وجمع التاكسيات والمواطنين ولا عنده كاميونه ولا عنده كهرباء ولا عنده تراكتور اللي كان يشري في المازوت بصوم باش يولي يشري فيه بصوم اخر باش يقول والله العظيم برافو يشد عليه على العريض وزيد اعمل تحب ما نصور الشيء هذا يصير ولو كانت لهاو بمشاكل واسع وخموا في حلان مشاكلهم اللي كان عندهم معقول وخموا كيفاش يوفروا تواس حاجات ما تقوليش تواس تتضرب بالبنيه على السكر راكم قاعدين تشوفوا تتضرب بالبنيه على الزيت تتضرب بالبنيه على ابسط الحاجات.